انتوما يمكن اللي كنت برمجوش هذا تيفي على نايل 7 في التلفازة عندكم، واللي ما كيعرفش هانتوما تبعوني ورا ما يحتاج شيء تجيبوا شي تكنيسيان ديال البارابول. إلا بغيتي تفرج في شادة تيفي دخل المنيو من بعد انستالاسيون تأكد باللي عندك نايل 7 دير غوشيرش اوتوماتيك ومن بعد ما تكمل لا غوشيرش قلب على شادة تيفي وتفرج في جميع برامجنا. سهلة. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم، معايا انا خولة بن صالح في هذه الجلسة الرمضانية. هاد المرة هزينا الرحال من استوديوهات شادة تي في باش نكتشفوا ثقافات وعادات رمضانية جديدة مع ضيفنا الفنان اللبناني المغربي الروح رياض العمر. مرحبا بك رياض. اهلا وسهلا فيكم، وانا سعيد جدا بهالزيارة. شادة بيتي التاني، بحب اتوجه لكل حبايبي جمهور المغرب الحبيب وكل أهل المملكة المغربية، بقول لهم رمضان كريم وكل سنة وأنتم بألف خير قيادة وشعبا، وخصوصا ملكنا الحبيب محمد السادس الله ينصره وكل الأسرة العلوية. بقول لكم إن شاء الله هالسنة بتكون سنة خير وسعادة وبحبوحة وراحة البال، وبتكون سنة ختام لكل الأحزان اللي مرقنا فيها قبل، وإن شاء الله الدنيا كلها رح تضحك للمغرب الحبيب ولكل العالم إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم. بداية سنة رياض، نبغى نرجع معاك لطفولتك في لبنان، رمضان في لبنان، واش كتشوف أنه كاين نقط تشابه بين التقاليد المغربية والتقاليد اللبنانية؟ بالمغرب ما حسيت حالي أبدا بغربي، وبالعكس بحس كأني بعندي بعاداتي اللي كبرت فيها من أنا وصغير. تقريبا العادات بين لبنان والمغرب برمضان والفطور وأجواء العيلة كتير بتشبه بعضها، وحتى شعب المغرب أنا بقول بيشبهنا كتير، في تقارب بالبيئة بالطبيعة بالعادات تقريبا، فهالشي كتير بفرحني، ما بحس أبدا أني بغربة، بحس بين أهلي. فعن جد المغرب عاداته كتير مميزة برمضان، وأنا بحس براحة فيها. أكيد، وهذا الشيء واضح من الطاولة اللي محضر لنا اليوم. كنشوفوا ثقافات مختلفة، كنشوفوا المغرب، كنشوفوا لبنان أيضا. أنا اليوم صار كل شيء تقريبا بعيشه بيشبهني حتى بعاداتي اليومية، فحتى بالفطور نحن أصرينا بالمطعم يكون عندنا نص لبناني ونص مغربي، الشيء اللي بيشبهني أنا، كأني أنا كمان نص اللبناني ونص المغربي مع بعض، فمثل ما عم تشوفوا كل شيء طبيعي وكل شيء حلو. إلى سمولناك رياض، كيفاش كتستقبل رمضان؟ واش عندك طقوس اللي هي خاصة؟ احنا مثلا في المغرب كنبداو نشوفوا الناس يوجدوا سلوش بكية، واش هي نفس التقاليد اللي كتكون في لبنان؟ حقيقة أنا حبيت عادي كتير حلوة بالمغرب، هي قصة الفطور على التمر وحليب، فهيدي عن جد بحس فيها بمتعة كبيرة من بعد ما يكون الإنسان صايم النهار كله، وبحب الشبكية كتير كمان إلها وقعة عندي بالفطور، بلس ضروري الكبة اللبنانية والحمص والمتبل الفتوش. هول أشياء قلت لك بذكروني هيك، برجعوني للماضي لأنا وصغير كيف الماما كانت توجد الطاولة والفطور. بحب دايما جدد كل سنة نفس العادات حتى لو كنت بالمغرب. رياض، كل واحد فينا عنده شيء عنصر أساسي اللي خاصه يكون في مائدة الإفطار، انت رياض أشنو هي الحاجة اللي خاص ضروري تكون في مائدة الإفطار؟ أنا ضروري سلطة فتوش والشوربة، وهذي اسمعوني منيح، الفتوش كتير مفيدة وصحية، والشوربة كمان كتير مهمة بتلين المعدة، خصوصي بيكون واحد كل النهار صايم، فهولي أشياء أساسية ضروري. رياض، أشنو هي الحاجة اللي كتشوفها في الطابلة المغربية كتقول هادي كتفكرني في شي حاجة في لبنان؟ قولي لي شو اللي بتحبه بتريد يكون أساسي. بحب كتير طاجين دجاج بالدغميرة، هذه ضروري تكون بالفطور عندي أنا. وبحب احنا بنعمل شيء بلبنان اسمه تقريبا داود باشا، بيشبه شوي انتم عندكم طاجين الكفته، فهولي اشياء بحبهم هيك بحسهم سلسين وبطالب انه يكونوا موجودين. طبعا رياض احنا عارفين انك صاحب مشروع اللي هو مطعم، كيفاش كدير تقدر توفق ما بين العائله؟ احنا عارفين انك اب عندك وليدات، كيفاش كتوفق ما بين الاسره ديالك وما بين المطعم؟ هلا حقيقة العيلة هي أكثر حدا بيخلص ضريبة يعني شهرة الفنان وانشغاله عنهم، ارتباطاتنا الاجتماعية كتيرة، خصوصي كمان إني أنا شخصيا بشرف على مشروعي فبياخذوا مني وقت كتير، وخصوصي مع هلا كمان تحضيراتنا لحفلات لرمضان، ففعلا العيلة هي بتكون أكثر حدا عم بيضحي بهالوقت هيدا.
كيف ما ذكرتي دابا الحفلات رياض، حنا عارفين ان الفنان يعني تعيش غالبا من الحفلات ديالو، من الحفلات والمهرجانات اللي سيدير. في رمضان واش كتكثر عندكم الخدمه ولا كتقل؟ هلا الحلو برمضان انه احنا بلبنان عاده بيكون عندنا خيام رمضان واجواء رمضان، الناس بتظهر وبتسهر بتسمع حفلات، والحمد لله المغرب كمان بلش يصير فيها هيك اجواء. والسنه عندي كذا حفله ما بين كذا، وعندي بفاس وعندي بطنجة، فالحمد لله رب العالمين. المغرب هلا فتح ان شاء الله، البلد كله فتح على الفن والسهرات، ورجعت الحياه لطبيعتها، وان شاء الله ان شاء الله يا رب هالسنه بتكون سنه سياحيه بمعنى الكلمه للمغرب ان شاء الله. ان شاء الله، وحنا بدورنا كنتمنوا نفس الشيء. رياض ما سخيتش بيك وما سخيتش بالحديث معاك، غادي نبقاو دائما في اجواء رمضان، وغادي نلعبوا واحد اللعبه سميتها لعبه حظ. حنا كنطرحوا السؤال والجواب عندنا. يلا شكون الفنان اللي غادي تعرض عليه في رمضان؟ من داخل الطفل. اوه محمد رفاعي. محمد رفاعي هو صديق عزيز والله، دابا تعرض عليه صافي وتعيط لشهادة تيجي تصوركم. مرحبا. شكون الفنان اللي ما غاديش تعرض عليه في رمضان؟ حرام عليك. لا ماشي انت، راه حنايا حنا بغات لي المشاكل. وحيد لا ما يمكنش. شكون؟ لا ما يمكنش. شكون نسمعوا انت؟ حرام عليك. نشوفوا غير السميه. زينة الدودية. انا اشوفي انا كنرحب بيك وكنعزك كثير، بغاو يديروا لنا المشاكل. لا ما كاينش مشاكل. لا الا سولناك رياض شكون الفنان اللي ما تبغيش تدوز معاه النهار قبل الفطور؟ نشوف. سعيد النصيري. سعيد كان لي الشرف شاركت معه ضيف بالسلسله ديالو البوي. نتمنى يا رب الناس يحبوا هذاك الباساج. شكون الفنان اللي تبغي تلعب معاه ماتش ديال الكره قبل الفطور؟ الليلة سعيد مسكير. وسعيد مسكير كيلعب الكره مزيان، كيلعب الكره مزيان، ضمنت الربح صافي. حنا كنعرفوا رياض حادق، شكون الفنان اللي الا طيب ليك ما تاكلش ما تلسو؟ علي مديدي. يلا طيب ليا ما عرفت. نشوف سميتو واش كاينه. لا 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 سلمى رشيد. ما يمكنش، حرام. لا ضروري. لا سلمى الطيب ناكل. لا ما يمكنش، تحياتي لها. ما سخيناش بك رياض، ولكن الفقره ديالنا سالات. كلمه اخيره لجمهورك. حبيب قلبي انا كمان انبسطت فيكم كثير، وعن جد اعطيتوني طاقه ايجابيه. برنامجك حلو، بهنيكي وبهني الشادة على الفكره. رمضان كريم، شرفتوني وتحياتي لكم. شكرا شكرا شكرا. ميرسي ميرسي. ما سخيناش بك رياض، ولكن شوف ضروري ما غادي نمشيو من هنا حتى نسمعوا صوتك اليوم. صافي تكرم. انا بحبك بحبك حب مش مألوف، لا بينحكى ولا بينكتب بحروف. أنا بحبك بحبك حب مش مألوف، لا بينحكى ولا بينكتب بحروف. وقديش يا مغرب مروا عالدهر عشاق، مثل حب الدهر ما بيشوف. وانتي معي بشرد بعينيكي، وقلبي الشقي بيبرم حواليكي من كتر خوفي ولهفت عليكي. انا بجند رموشي للحماية سيوف، وقديش مروا عالدهر عشاق، انا متل حب الدهر ما بيشوف. وبسهر بغني لك مواويلي، وضوي على دروبك اناديلي، ولما علي بشعرك تميلي، انا بحس العطر عالمغرب عم بطوف. وقديش مروا عالدهر عشاق،
مثل حب الدهر ما بيشوف ما بيشوف. شكرا شكرا مرسي. حتى لهنا كتكون الفقرة ديالنا سلاس، أما أنا مشاهدينا كنضرب لكم موعد مع ضيف آخر. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.